هذه إذاعة إرينا. المستمعين والمستمعات الأفاضل متابعي إذاعة إرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم 22 مايو. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم بنشرة للأخبار، ثم نقدم لكم فاصلا غنائيا للفنان ملكين أثومبس. وضمن برنامج تعليق على الحدث لهذا الأسبوع، يقدم لكم الزميل عبد السلام سمرة قراءة لتعليق سياسي تحت عنوان السلام الإريتري الإثيوبي يدخل غرفة العناية الفائقة. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم نشرتنا للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها: انزعاج كبير من قبل السلطات في إريتريا من حراك كفاية، الولايات المتحدة الأمريكية تنهي المعاملة التجارية التفضيلية الممنوحة لتركيا، خطيبة الصحفي جمال خاشقجي تطالب الكونغرس الأمريكي بفرض عقوبات على السعودية، وأخيرا دراسة تشير إلى أن تناول الثوم ينشط ويقوي الكبد. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرينا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. يفيد الإريتريون القادمون من الداخل بأن السلطات الأمنية في إريتريا تبدي انزعاجا كبيرا من حراك كفاية في كل من مدينتي كرن وتسني، وأكد هؤلاء بأن السلطات تفرض غرامة مقدارها 5000 نقفة على من توجد في جدران منزله عبارات ضد الحكومة تطالب بالعدالة والتغيير. وكان ناشطون في المدينتين قد قاموا بكتابة شعارات مقاومة في الجدران تندد بالديكتاتورية وتدعو إلى التغيير والديمقراطية. ويأتي هذا الانزعاج بعد قيام الحكومة بقطع خدمة الإنترنت في البلاد وتخصيصها فقط لأعضاء وكوادر الحزب والمسؤولين الكبار في الدولة، ويتزامن ذلك مع نقل وحدات من الجيش الإريتري من الحدود إلى داخل المدن وتشديد الرقابة، وذلك قبل أقل من أسبوع من احتفالات البلاد بعيد الاستغلال. ذكرت البي بي سي بأن الولايات المتحدة الأمريكية أنهت المعاملة التجارية التفضيلية التي كانت تمنحها لتركيا بوصفها شريكا تجاريا مفضلا لها، ولكنها خفضت الرسوم التي تفرضها على استيراد الفولاذ التركي إلى نسبة 25%. وقال بيان للبيت الأبيض أن القرار دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة، ويعني أن بعض الصادرات التركية لن تكون معفاة من الضرائب الجمركية عند دخولها الولايات المتحدة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أخطر تركيا والكونغرس في مارس الماضي باعتزامه إنهاء صفة الشركة التجارية المفضلة الممنوحة لتركيا. وأضاف البيت الأبيض أن إنهاء إدراج تركيا في النظام التفضيلي مرده أنها أصبحت بلدا متطورا اقتصاديا، ولكن أنقرة من جانبها كانت تتمنى أن لا تمضي واشنطن قدما في قرارها، قائلة أن ذلك سيكون ضد هدف اتفاق التبادل التجاري بين البلدين الذي اتفق عليه الرئيسان ترامب وأردوغان، والذي تصل قيمته إلى 75 مليار دولار. وقد رفع ترامب خلال العام الماضي الرسوم على الصادرات التركية من الفولاذ والألمونيوم بهدف الضغط على أنقرة للإفراج عن القس أندرو برونسون الذي كان معتقلا بتهم الإرهاب ثم أفرج عنه في أكتوبر الماضي. وأدت قرارات البيت الأبيض إلى تدهور سعر صرف الليرة التركية. أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي المغدور جمال خاشقجي اشتكت من عدم معاقبة أي مسؤول عن الجريمة حتى الآن. ونقلت رويترز عن خديجة قولها أثناء إدلائها بشهادة أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أنها لا يمكن أن تصدق أن لا يواجه مرتكبي هذه الجريمة عواقب جادة حتى الآن. وشددت خطيبة خاشقجي وهي تتحدث بالتركية على أنها لا تستطيع أن تفهم أن العالم لم يفعل شيئا بعد حيال هذا الأمر، مضيفة في شهادة مشحونة بالعواطف: لا أزال غير قادرة على تفهم الأمر.
ونقل عن خديجة قولها متحدثة عن الصحفي السعودي القتيل: ما زلنا لا نعرف لماذا قتل، ونحن لا نعرف أين جثته. وقالت خديجة أمام اللجنة النيابية الأمريكية: أعتقد بأننا نختار بين أمرين، فأما أن نستمر كأن شيئا لم يحدث، أو يمكننا التحرك أو ننحي جانبا كل المصالح سواء كانت دولية أو سياسية ونركز على قيم حياة أفضل. في خبر طبي نقله موقع روسيا اليوم عن رامبلر، أفاد بأن هناك فوائد كبرى للثوم بالنسبة للكبد، فهو يحتوي على مواد مفيدة عديدة، ويعزز مناعة الجسم، ويسهل عملية الهضم، ويسرع عملية التمثيل الغذائي، ويخفض ضغط الدم، وينشط عمل الكبد. ويحمي الحمض الأميني الميثونين الذي يدخل في تركيب الثوم خلايا الكبد، كما يمنع الإليسين الذي يتكون عند تدمير ألياف الثوم من تخريب خلايا الكبد. علاوة على هذا، يحسن الثوم عمل كيس المرارة ويمنع تكون الحصي. وحذر الخبر من تناول الثوم، حيث اشترط أن يكون الكبد سليما، لأن الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد يتضررون جدا من تناول الثوم، وذلك لأنه عند انشطار الميثونين والإيليسين تتكون مواد سامة يستطيع الكبد السليم التعامل معها، في حين لا يمكن للكبد المصاب من التصدي لها وتزداد حالته سوءا. استنادا إلى هذا، يجب استشارة الطبيب قبل إدراج الثوم في النظام الغذائي اليومي. بهذا الخبر الطبي مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، نكون وياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وفيما يلي تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرينا. انزعاج كبير من قبل السلطات في إريتريا من حراك كفاية. الولايات المتحدة تنهي المعاملة التجارية التفضيلية الممنوحة لتركيا. خطيبة الصحفي جمال خاشقجي تطالب الكونغرس الأمريكي بفرض عقوبات على السعودية. دراسة تؤكد بأن تناول الثوم ينشط الكبد. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة أرينا. متابعة طيبة أتمناها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة أرينا، صوت مستقل لإريتريا. أهلا بكم مستمعي إذاعة أرينا أينما كنتم، ونقدم لحضراتكم في فقرة تعليق سياسي هذا المقال من موقع أورنت 21 للدبلوماسية الأريترية السابق ومدير قسم البرامج العربية في إذاعة أرينا الدولية في باريس، بعنوان: السلام بين إثيوبيا وأريتريا في غرفة العناية الفائقة. فأهلا بكم. هذه إذاعة أرينا. تحت العين الساهرة للنظم الملكية في الخليج، كان اتفاق السلام الموقع بين إثيوبيا وأريتريا قد أثار آمالا عريضة، إلا أنه تعثر رغم التقدم المحرز، وهو الأمر الذي يثير قلق بلدان الخليج المتواجدة في القرن الأفريقي. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. في 9 يونيو المقبل يكمل اتفاق السلام بين إريتريا وإثيوبيا سنته الأولى، ولكن للأسف داخل غرفة الإنعاش. العام الماضي وفي غمرة حماس كاسح ومجهود مضن للسلام في الداخل والخارج، قاد رئيس الوزراء الإثيوبي الشاب أبي أحمد حملة سلام داخلي تم بموجبها الإفراج عن السجناء السياسيين المعارضين ودعوة قوى وأحزاب المعارضة الإثيوبية للتخلي عن السلاح وللعمل سلميا من الداخل، والترحيب بجلوس الجميع إلى طاولة الحوار. خارجيا كان الاتجاه نحو الجيران، حيث قدم مبادرته للسلام مع أريتريا والتي أنهت عمليا حالة عداء استمرت 20 عاما مع حرب ضروس في سنوات 1998 و2000 قضت على الألوف من الشباب من البلدين. أريتريا كانت تضع شروطا لأي سلام مع إثيوبيا، أولها تطبيق إثيوبيا لقرار ترسيم الحدود الصادر في أبريل عام 2002 وإعادة منطقة بادمي المتنازع عليها والتي آلت السيادة عليها لأريتريا، وسحب القوات الإثيوبية من الأراضي الأريترية المحتلة. هذه الشروط لم تكن تقبل التفاوض، وبدونها حرمت أسمرة الجلوس إلى طاولات المفاوضات مع إثيوبيا. مع استلام أبي أحمد السلطة وإعلانه مبادرة سلام غير
غير مشروط مع إريتريا رمت أسمر كل تحفظاتها وراء ظهرها. وشرع الرئيس سياسة فورقي في عملية السلام كان هو طرفها الوحيد من الجانب الإريتري، بينما مرت العملية في إثيوبيا عبر القنوات الدستورية بعد مصادقة البرلمان الإثيوبي عليها. كون الرئيس سياسة الطرف الوحيد من الجانب الإريتري أعطى عملية السلام صبغة أنها اتفاق مع رجل دولة واحد وليس مع دولة ذات مؤسسات، الأمر الذي حذر منه خبراء إريتريون بالقول بأن هذا السلام مع رجل واحد وليس له ضمانات مؤسساتية وسند شعبي، ولذلك لن يعمر ولن يكون ملزما للشعب الإريتري. هذه إذاعة إرينا. ليس هذا العامل الوحيد الذي أدخل السلام الإريتري الإثيوبي غرفة الإنعاش، بل الاختلاف العميق في الرؤى والتوجهات والتحولات المتسارعة في الداخل الإثيوبي نفسه. فعليا انقطعت الزيارات المتبادلة لزعيمي البلدين منذ فترة، وأكد مستشار رئيس دولة إريتريا وساعده الأيمن يماني جبرآب بأن إثيوبيا تحكمها ثلاث حكومات وأن أبي أحمد لا يسيطر على زمام الأمور فيها. هذا التصريح والذي جاء في اجتماع جماهيري مع الجالية الإريترية في الرياض الشهر الماضي كان بمثابة المسمار في رأس العملية من الجانب الإريتري. بالرجوع إلى الوراء نجد أن إريتريا لم تتشجع للدخول في حوارات للسلام مع رئيس الوزراء الإثيوبي السابق هيلي مريم ديسالين لأنها اعتبرته ببساطة غير متحكم في زمام الأمور، وهذا يعكس تفاوتا كبيرا في وجهات النظر المتعلقة بالنظام السياسي الداخل في العملية السلمية. فإريتريا من ناحيتها دولة يحكمها رجل واحد وليس بها مؤسسات، وهو الذي يقرر وحده ما يجب أن يكون، ولذلك قد تجد بعض الحكومات التعامل معه أكثر سهولة من التعامل من جهة سياسات بعدة رؤوس. الرئيس الإريتري يفضل دوما التعامل مع ند قوي لديه نفس القدرات من السيطرة، وهو ما يفتقده في رفيق سلامه الشاب أبي أحمد. هذه إذاعة إرينا. رئيس الوزراء الإثيوبي من ناحيته التفت حول عنقه مشاكله الداخلية وصرفته عن التوجه الدولي الذي بدأه بزخم عال، فالصراعات بين الإثنيات الإثيوبية الكبرى الأرومو والأمهرة والصومال والتيغراي بدأت تدخل مرحلة جديدة يصعب التحكم بها، وهذا أهم مظاهر ضعف الحكومة الإثيوبية حسب ما تراه أسمرة. تمظهرت الحلول غير المقبولة لدى أسمرة للمشاكل الإثيوبية بقيام رئيس الوزراء أبي أحمد بتعيين الزعيم إقليم الأمهرة السابق وذو الميول المتشددة جيدو أندلت كاتشو وزيرا للخارجية، وتعيين حاكم إقليم أروميا سابق لما مغريسا وزيرا للدفاع. هذه التعيينات جاءت على شكل محاصصات لإرضاء القوميتين الكبيرتين في إثيوبيا، ولكنها جاءت على حساب إقليم الصومال والذي احتج على تهميشه في إعادة توزيع المناصب السيادية. من ناحية أخرى رئيس الإريتري ومساعديه كانوا يشعرون بدرجة عالية من الأريحية في التعامل مع وزير الخارجية السابق الدكتور ورقين جابيو الذي عمل قبل توليه منصب وزير الخارجية في منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية، واتسم بالمرونة والقبول التام من قبل أسمرة. أما وزير الخارجية الجديد فهو متشدد ويشترك مع رئيس الوزراء الراحل السابق ملس الناوي في فكرة إبقاء إريتريا في حالة ضعف دائم، أي حالة لا حرب ولا سلم تنهكها ماديا ومعنويا، لأن الوزير الجديد يضع مصالح قوميته نصب عينيه، وهو الأمر الذي حمله إلى سدة الوزارة. ومصلحة قوميته تتجسد في إبقاء الخصم التقليدي للأمهرة والمتمثل في قومية التيغراي في قطيعة مع إريتريا، بحيث لا تمثل لها إريتريا نقطة مرجعية عند اشتداد الصراع مع قوميته. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. إضافة إلى ذلك عدم إمساك أبي أحمد لزمام الأمور في عاصمة بلاده، وإضافة لاعتماده على حلول المحاصصات الإقليمية أو جسى إريتريا منه، لأن ذلك الحل سوف يجلب إلى دائرة الضوء خصوما تقليديين لأسمراء. وأخيرا تريد إريتريا أن يتجاوز رئيس الوزراء الإثيوبي المؤسسات والتعقيدات السياسية في عمل منصب السيادية.
وهو الأمر الذي يبدو غير منطقي في ظل حكومة منتخبة، وهو كذلك الأمر الذي ينظر إليه الحاكم الأوحد في أسمرة كخصم من رصيد كل من يتعامل معه. إريتريا دوما شحيحة في الإعلان عن نواياها وموقفها، ولذلك يبقى الشعب الإريتري في انتظار خطاب الرئيس إسياس أفورقي في 24 من الشهر الجاري يوم عيد الاستقلال، حيث ربما يتناول بتوسع ما آل إليه حال العملية السلمية بين أسمرة وأديس أبابا. ولكن حتى ذلك الحين قد يكون الوقت قد تأخر كثيرا على السلام الراقد في غرفة الإنعاش. هذه إذاعة إرينا. عانت إريتريا من عزلة دولية خانقة، زاد من وطأتها العقوبات التي فرضتها عليها الأمم المتحدة في ديسمبر من عام 2009 ومضاعفتها في ديسمبر من العام 2011، وكان عام 2011 وما بعده عاما شديد الوطأ على أسمرة، والتي وصلتها موجة الربيع العربي على شكل خسارة لأكبر حلفائها التقليديين، وهو رجل ليبيا القوي أنذاك معمر القذافي. ففي سنوات عزلة أسمرة كان هو المصدر الوحيد والثابت للدعم بأهم ما تحتاجه أسمرة، النقد الأجنبي والبترول. العقيد القذافي حاول إحياء مبادرة سلام بين إريتريا وإثيوبيا في منتصف عام 2003، ولكن إثيوبيا دوما كانت على حذر وتوجس منه، رغم أنه حاول إطفاء البعد الدولي على مبادرته بتسليمها لمنظمة الساحل والصحراء. رغم ذلك لم تقبل إثيوبيا بالعرض، وأصرت على سياستها الهادفة إلى إسقاط حكومة أسمرة. وتتويجا لجهودها بهذا الصدد، جمعت إثيوبيا الخصمين اللدودين لأسمرة، وهما الرئيس اليمني علي عبد الله صالح والسوداني عمر البشير، وأسس الشركاء الثلاث ما عرف بحلف صنعاء، والذي أجمع قادته على تضييق الخناق على إريتريا شرقا وجنوبا وغربا حتى تسقط حكومتها. وكان ذلك في صنعاء في أكتوبر عام 2002. حينها أدركت إريتريا بأن الدول الثلاث تتربص بها لتأخذها على حين غرة، ولكنها صرحت على لسان رئيسها بأن هذا الحلف المعادي لإريتريا مصيره الفشل، لأن إريتريا سوف تعتمد على حلفائها لإسقاط مخططاته. وعند بدء الزلزال السوداني في ديسمبر من العام الماضي، أسر الرئيس الإريتري لأحد معاونيه بأن البشير هو آخر أبطال حلف صنعاء، وسيمضي كما مضى حليفيه ملزيناوي علي عبد الله صالح. وما بين الموت والاغتيال والمعتقل اختفى خصوم أسياس الشرسين، وبقي هو ليتندر عليهم. احتفظت إريتريا في تلك الفترة بعلاقات متينة مع إيران بشكل خاص، والتي جمعها معها العداء الصارخ للولايات المتحدة، لكن ذلك التحالف لم يستمر طويلا. هذه إذاعة إرينا. وعلى رأس دول الخليج العربي، احتفظت إريتريا بعلاقات متميزة ومتينة مع دولة قطر. كان من نتائجها قيام قطر بالتوسط في إعادة العلاقات السودانية الإريترية، والتي قطعت من جانب إريتريا في عام 1994. وكانت دولة قطر تنظر إلى إريتريا كقاعدة انطلاق نحو العمق الإفريقي الذي غابت عنه طويلا، واعتمدت في استراتيجيتها الإفريقية على الخرطوم وأسمرة، والتي توافقت معها في معاداة أديس أبابا، إذ اتهمت إثيوبيا قطر بالوقوف إلى جانب إريتريا في حرب الحدود المشار إليها سابقا. دعمت قطر توجهها بالتوجه نحو جيبوتي، ومكنها تقارب مع إريتريا وجيبوتي من التوسط لحل الخلاف الحدودي بينهما، حيث وضعت قوات قطرية لحفظ السلام بين البلدين، ونجحت في إطلاق سراح بعض أسر الحرب الجيبوتيين الذين كانت تعتقلهم إريتريا وتنكر وجودهم لديها. استفادت قطر من حالة البرود التي شهدتها العلاقات بين أسمرة والرياض، فالعاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز وضع العلاقات الإريترية السعودية في الثلاجة، نظرا لتقارب الإريتري الليبي من ناحية، وللخوف من الأنشطة الإيرانية في الضفة الغربية من البحر الأحمر. الشرخ في العلاقات القطرية الإريترية بدأ في الظهور عند إدراك القيادة القطرية لتعنت إريتريا في حل الأزمة مع جيبوتي، ووضع العوائق أمام
عملية السلام بين البلدين، الأمر الذي أحرج قطر دوليا. ثانيا، وقوف أسمرة والدوحة على طرفي المعادلة في الصراع الليبي، حيث كانت أريتريا حليفا معنويا كبيرا للقذافي في محنته الأخيرة، حتى أنها لم تورد أي أخبار حول الأوضاع في ليبيا في وسائلها الإعلامية، ولم يعرف الشعب الأريتري بمصرع العقيد الليبي إلا من خلال وسائل الإعلام الأجنبية. حتى ذلك الوقت كانت دولتا الإمارات والسعودية غائبتان فعليا عن أي تأثير فعلي في القرن الإفريقي عامة وإريتريا بشكل خاص، ما عدا مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز في التوجه للاستثمار الزراعي في إثيوبيا لتأمين احتياجات المملكة الحيوية. هذه إذاعة إرينا. السلام الأريتري الأثيوبي تحقق في ظل تحولات دولية كبرى، أولها وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وتوجه ترامب المعلن لمواجهة الصين خاصة في إفريقيا. تزامن هذا التوجه مع وجود أصوات في واشنطن إلى رفع التضييق عن أريتريا ضمن الاستراتيجية الأمريكية في احتواء التواجد الصيني في إفريقيا. وكان التحول الثاني هو وصول رئيس الوزراء الأثيوبي إلى السلطة في أبريل 2018. اكتملت الدائرة بالمبادرة الإثيوبية للسلام بين إريتريا وإثيوبيا، والتي وجدت فيها واشنطن فرصة ذهبية لجمع حليفين قديمين في شراكة جديدة، أو على الأقل إزالة حالة العداء بينهما، بما يسمح يوما بعمل مشترك وجماعي، خاصة وأن إريتريا نفضت يدها من علاقاتها بإيران أسوة بالسودان وجيبوتي، وضربت إسفينا في علاقاتها مع قطر بوقوفها إلى جانب السعودية والإمارات بعد عاصفة الحزم التي بدأت في مارس 2015. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. نجحت هذه التحولات في تفعيل دور القوى الإقليمية وتمليكها فرصة صنع السلام. وبالفعل خرجت قطر من القرن الإفريقي بإعلانها وفاة مبادرتها لحل الخلاف الحدودي بين إريتريا وإثيوبيا وسحب قواتها من الحدود. حققت كل من مصر والسعودية والإمارات نقاطا ثمينة في القرن الإفريقي مع المعارك ضد الحوثيين في اليمن، فمصر وإريتريا احتفظتا بعلاقات جيدة بعد دعم إريتريا للسيسي في 2013، فإريتريا لم تكن تحمل ودا للرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، والذي أغاظها باستقبال وفود من الحركة الإسلامية الإريترية، والتي تتهم إريتريا تركيا حاليا باحتضانها وتنشيطها من السودان المجاور قبل سقوط الرئيس البشير. هذه إذاعة إرينا. الدخول السعودي الإماراتي كان قويا، حيث استأجرت دولة الإمارات ميناء عصب لفترة زمنية طويلة، وأنشأت قاعدة عسكرية متقدمة قامت دول التحالف في استخدامها في شن غارات على اليمن، واستخدمتها الإمارات بشكل خاص في تدريب عناصر من الشرطة وأمن حماية المنشآت، والتي تم توزيعها لاحقا لحماية المنشآت الحيوية في عدن. تلقفت كل من الرياض وأبوظبي التوجه نحو السلام، والذي بدأ من إثيوبيا، وبدأت العاصمة في الإشراف على الخطوات الفعلية للسلام بين أسياس فرقي ورئيس الوزراء الإثيوبي، وتمت مكافأة العاصمتين على الإيجابية في خطوات السلام، وكانت إثيوبيا أكثر شفافية في إعلانها عن المعونات التي تلقتها من الإمارات بشكل خاص. أما أريتريا فهي لا تعلن عن مدخلاتها من هذه العملية أو حتى من تأجير القاعدة العسكرية للإمارات. واليوم تشهد المنطقة تحولات أخرى كبرى، أولها التأزم الداخلي في إثيوبيا، والذي قد يصرفها إلى حين عن اهتماماتها الدولية والإقليمية، والثورة السودانية التي أطاحت بالرئيس البشير والتي لا تنظر إليها أريتريا بعين الارتياح، فهي دفعت ثمن الربيع العربي الأول في طرابلس ولا تشعر بالارتياح نحو الزلازل السياسية. المنطقة تدخل طورا آخر بتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. التحولات الجديدة والعاصفة في المنطقة قد تدفع الأطراف الدولية والإقليمية إلى إعادة النظر في خارطة التحالفات وإعادة خلط الأوراق، ولن تكون أسمرة والتي تعتبر مياها راكدة بعيدا عن هذه التحولات الجارفة. إذاعة إرينا،
صوت مستقل لإريتريا. قدمنا لحضراتكم سادتي مقالا للأستاذ فتحي عثمان في فقرة تعليق سياسي بعنوان السلام بين إثيوبيا وإريتريا في غرفة العناية الفائقة، نشر في موقع أورنت 21. الأستاذ فتحي عثمان دبلوماسي إريتري سابق ومدير قسم البرامج العربية في إذاعة إيرينا الدولية في باريس، حاصل على الماجستير في دبلوماسية السلام والتنمية. وحتى لقاء متجدد مستمعينا، تحية طيبة ودمتم بخير. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، بهذا نكون وياكم قد وصلنا إلى ختام فقرات برنامجنا لهذا اليوم. وقبل الختام أعيد لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. انزعاج كبير من قبل السلطات في إريتريا من حراك كفاية. يفيد الإريتريين القادمون من الداخل بأن السلطات الأمنية في إريتريا تبدي انزعاجا كبيرا من حراك كفاية في كل من كرن وتسني. الولايات المتحدة تنهي المعاملة التجارية التفضيلية الممنوحة لتركيا. ذكرت البي بي سي بأن الولايات المتحدة الأمريكية أنهت المعاملة التجارية التفضيلية التي كانت تمنحها لتركيا بوصفها شريكا تجاريا مفضلا لها، ولكنها خفضت الرسوم التي تفرضها على استيراد الفولاذ التركي إلى نسبة 25%. خطيبة الصحفي جمال خاشوجي تطالب الكونغرس الأمريكي بفرض عقوبات على السعودية. أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن خديجة جينكيز خطيبة الصحفي السعودي المغدور جمال خاشوجي اشتكت من عدم معاقبة أي مسؤول عن الجريمة حتى الآن. خبر طبي يؤكد تناول الثوم ينشط الكبد. في خبر طبي نقله موقع روسيا اليوم عن رامبلر، أفاد بأن هناك فوائد كبرى للثوم بالنسبة للكبد، فهو يحتوي على مواد مفيدة ويعزز مناعة الجسم ويسهل عملية الهضم ويسرع عملية التمثيل الغذائي ويخفض ضغط الدم وينشط عمل الكبد. المستمعين والمستمعات الأفاضل، بهذا الخبر الطبي نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا لهذا اليوم. وقبل الختام أذكركم دوما المستمعين والمستمعات الأفاضل بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الألكتروني arabicarena@gmail.com. وحتى الملتقى في برامج أخرى لإذاعة إيرينا، لكم تحيات زميلي عبد السلام السمرة وتحياتي محدثكم فتح عثمان وزملائي في الإذاعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرنا.